احتراف فنون الأداء الصوتي مش سهل، محتاج أنك تتدرب على نقط كتير تخليك متمكن من صوتك. الكورس ده مش بيزكس، الكورس ده أدفانسد لراغبي الاحتراف والمحترفين في مجال التعليق الصوتي. هنتدرب على 100 سكريبت مختلف تخليك جاهز لأي سكريبت يقابلك بكل أنواع الفويس أوفر. غير مقيدين بعدد محاضرات، هنتدرب مع بعض لحد ما توصل للمستوى اللي انت عايزه. البروفيشنال فويس اوفر ارتست كاركتر، ازاي تطور في شخصيتك عشان تكون فنان اداء صوتي محترف. البيزنس، وازاي تكسب عميل في مجال الفويس اوفر او في اي مجال فريلانس، والفرق بين الماركتينج والسيلز. تعرف ماذا بعد احتراف مجال التعليق الصوتي؟ في كل مره هيكون معانا ضيف يتكلم عن خبرته ومسيرته في مجال الفي او. في او بروفيشنال من بايونير ميديا أكاديمي، معايا أنا أيمن طارق.